اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي والنجم الكبير في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن محمد عبد الجليل. ازيك كابتن محمد؟ ازيك كابتن اسلام؟ شرف ومنور. لا انت بوجودك حبيبي وانت من الناس المحترمين. ربنا يخليك يا كابتن. في مجال الكوره بتقابل ناس كتيره، قليلين ان انت تسميهم محترمين. ربنا يخليك يا كابتن، ده بس ده شرف لينا ان حضرتك تكون معانا. والله ربنا يخليك حبيبي كابتن اسلام. كابتن عبد الجليل، يعني خليني ابدا مع حضرتك الاول بالنهايه بما حدث في مصر المقاصه الاول، عشان احنا هنرجع لحاجات كتيره جدا خلال الفتره اللي فاتت. ولكن مصر المقاصه، وانا بشوف ان الكابتن محمد عبد الجليل دايما كان بيلعب على، بيحب الكوره، كوره هجوميه، كوره شكلها حلو. يعني انا سمعت لك حديث وحضرتك بتتكلم، قلت ان انا يا جماعه اسهل حاجه في الدنيا ان انا ارص 11 واحد ورا، هي دي حقيقه، وما العبش كره هجوميه واطلع متعادل او كسبان واحد بكره كده او كده. طب ما في الاخر انت خدت ثلاث نقط. يعني هو لا، هو كلامك منطقي او كلامك صح في مجال الكوره اليومين دول، يعني ان المدير الفني لازم يحافظ على اسمه، لازم يخاف على اسمه. بالظبط. رص اللعيبه، اطلع بقى كسبان واحد، خسران واحد، جبت جون ما جبتش، سهله. ولكن الصعب ان انت ترسخ في في في, في دماغ الاولاد اللي معاك او في اللعيبه ان انت عايز تلعب كره هجوميه، عايز تهاجم، عايز تجيب اجوان. التجربه اللي انا مريت بيها اتغلبت، واتغلبت اعداد كتيره، ولكن انا شايف ان في الثمان ماتشات او سبع ماتشات جبت 9 اجوان، دي يعني بلعيبه ناشئين، لعيبه صف تاني. فكانت ان انا عندي الفلسفه دي، بس انا كنت محتاج وقت. ان انت خلاص انت عرفتهم ازاي انت هتلعب كوره وهتلعب وهتهاجم ويوي، وبعد كده بتشتغل انت. انا ما لحقتش، انت بتبقى ماتش وبعدها بيومين ماتش، ما كملتش شهرين. فانت خلاص كنت مأهل نفسك ان انت، وانت كنت برضو مسنود بحاجات ان ما يهمكش، ما تخافش. لو انا اعرف، انا اخر ماتش بتاع سموحه ده رصيت اللعيبه كلها ورا، تعادلت 1-1. ناس قالت ماتش، وانا ده اوحش ماتش عملته، اوحش. ما بص، ما جبتش 2 كورنر. مش راضي عن الطريقه دي، مش راضي عن. بس انت مش طريقه لعبك. لا، مش طريقه لعبي. يمكن انا اشتغلت من 12 سنه مع الفرقه دي، كانت لسه هويدي، ما كانش في مقصه، ما كانش في فلوس، ما كانش في حاجه، وخدت تالت ممتاز به بعد بترول اسيوط صعد والجونه، وانا واسوان زي بعض 54 بطل. ما كانش فيه لعيبه من 12 سنه. من 12 ما انا بقالي دلوقتي 13 سنه في هويدي او في المقصه او في زي ما يطلع. منها واليها نعود. ابتدت بهويدي وخلصت بهويدي. خلصت بهويدي. انما بجد يا كابتن اسلام، 13 سنه تعب وخبرات ووفاء واخلاص، وفعلا النادي الاهلي فخور ان هو ربى واحد اسمه محمد عبد الجليل. وانا فخور بنفسي ان انا خدمت النادي ده في المقاصه في الفيوم. شعب الفيوم جميل قوي يا اسلام، قوي قوي. بص انا عشت 13 سنه قاعد هناك، يعني يمكن قعدت فيها اكتر ما قعدت في مصر. فالشعب ده ما يستاهلش ان النادي يحصل له كده، او يحصل له الوقعه اللي الهزه تقع دي. الهزه هزه جامده. وانا بعتذر لشعب الفيوم على الهوا بجد. انا زي رياض الاعصاب بيقول لك ما تديش دماغك لحد ابدا. فعلا انا ما اخر الفتره دي ما كنتش بلعب دماغي خالص. ولكن انا ما اجيش اقول شماعات، لا، انا اللي اتحمل المسؤوليه. انا اللي رضيت بكده. وفي الاول وفي الاخر يا كابتن اسلام، النادي الاهلي علمني حاجه، مهما حصل اوعى تطلع تجرح في حد. انا دخلت بيتك يا حاج احمد هويدي، ودخلت بيتك يا وليد هويدي، وكلت مع بعض عيش. استحاله مهما حصل، في حاجات تتقال، في حاجات ما تتقالش، لازم تتدفن معاك. لان طبعنا تربيه النادي الاهلي، ما ينفعش اطلع اجرح في حد، ما ينفعش اقول انا اتغدر بيا. انا زعلان من جوايا اسلام، زعلان، وزعلان من وليد قوي قوي. ما استاهلش اللي بعد الحاجات اللي انا ضحيتها 12 سنه من اول ما ابتدينا. يعني انا جالي تليفونات بني سويف من 12 سنه، هو بعد اول سنه ما اشتغلت ما رضيتش اروح. اللي هو محمد كلمني ووليد كلمني، وقعدت في النادي مدرب عام، وفضلت كده. وبعدين انزل قطاع ناشئين. حاضر، نزلنا عملنا قطاع ناشئين، منهم الاولاد دلوقتي، ومنهم 9 مليون جنيه بيع لعيبه من الناشئين السنه دي. 9 مليون 9 مليون جنيه. عبد الله، مجدي، 3، احمد ياسين السنه اعاره بمليون،
واتباع بثلاثة، ادي سبعة. وزياد بيقول لك احتمال يتباع، زياد اشرف ده مواليد 99، 3 مليون، ادي 10 مليون في 5 سنين. زائد بسم الله ما شاء الله حوالي 8 لعيبة بيلعبوا فريق قوي، بيلعبوا دلوقتي وليهم اسامي دلوقتي وهيتباعوا بمبالغ كويسة. فالحاجات دي انا ضحيت بيها. وبعدين في حاجة أخيرة، يمكن ما حدش بيقول للنادي الأهلي لأ أو يرفضه. أنا من 6 شهور كنت لسه في قطاع الناشئين، كلمني الكابتن خالد بيبو يشكر، وكان عارض عليا إن أنا أشتغل مساعد للراجل التشيك اللي موجود في البرامج مع بورتش. وقلت له يا خالد لو الكلام ده من سنة والدنيا واقفة على حيلها أنا كان ممكن أعتذر وأمشي، بس النادي بيقع، مفيش حد، وانا ما كنتش عارف ان انا همسك فريق اول ولا كان في دماغي ولا كنت لسه ناشئين في قطاع الناشئين، بس كانت الدنيا منهاره. وبقى لنا مثلا 6 شهور ما بنقبضش، وكملنا 6 شهور تاني ما بنقبضش، وانا عارف ان مفيش فلوس ومفيش قط. بس قلت له يا كابتن خالد ما النادي الاهلي ما علمناش ان انا اسيبه ونط من المركب وامشي. انا مش بشتغل مع النادي ده عشان فلوس او حاجه، والكلام ده كله عارفينه وفي النادي عرفوه هناك في هويدي، وخالد بيبو موجود طبعا، وانا بشكره ان هو، وانا مش برفض والله عشان حاجه، هو كاب صالح سليم علمنا كده. الناس اللي انا شفت صورها بره دول هم السبب في الكلام ده، هم اللي علمونا يعني ايه ما تغدرش، يعني ازاي في وفاء. الكلام ده مش موجود دلوقتي، مش موجود يا كابتن. ولكن انا لا، انا اسمي محمد عبد الجليل، نجم النادي الاهلي، ولعبت في الزمالك واتشرف ان انا لعبت في الزمالك وعلى راسي. وتربيه النادي الاهلي والكيان اللي احنا فيه ده مش شعارات، لا. وبدليل الافعال اللي انا عملتها. حاجتين ممكن اكون عملت حاجات كتيره في حياتي. حاجات ولكن في حاجتين ما عملتهمش. الغدر ونظافه الايد. الحاجتين دول يا كابتن اسلام الحمد لله احنا اتربينا. هو ده المفروض، انت ما تفتخرش بحاجه هو المفروض تعملها. ده الطبيعي، ده الطبيعي ان انت تبقى عندك وفاء للناس اللي كانت معاهم شمال ونظافه الايد. ده الطبيعي. بس الواحد بيفتخر بالكلام ده في الوقت ده لان مش موجود. بكلمك بامانه وانا راجل صريح. ومبادئ النادي الاهلي او تعليمك في النادي الاهلي هو اللي وصلك لكده. دي حقيقه. دي حقيقه من الكابتن صالح، قال لك اوعى تهين رموز حد، اوعى لما تمشي من حته تجرح فيها. انا فاكر الكلام بتاع الله يرحمه الكابتن انور سلامه لما مراني وانا عندي 18 سنه و17 وابتدى يطلعنا الفريق الاول. علمنا يعني ايه نظافه الايد. علمنا يعني ايه تقول رايك بصراحه. لها رموز كبيره جدا طبعا. انت عاشرت في النادي الاهلي ناس اتعلمت منهم بجد. ومش شعارات ولا كلام، ومفيش حد بيضحك على ربنا 13 سنه. في الفيوم 13 سنه وقبل كده 12 سنه فوق 13 سنه في النادي الاهلي. محدش بيضحك على ربنا. طبعا. يعني هتتفقس هتتفقس. طبعا. عمرك ما كنت بتتلون. صح غلط. ده اللي انا اتعلمته هنا. انا ما اديت وفاء لشعب الفيوم. اسست نادي الناس كلها بتتباهى بيه. مصر المقاصه. اسست قطاع ناشئين كانوا بيحكوا بيه بجد. دلوقتي شايف ان الجو مش مناسب. مش مناسب. لا خالص. عبد الجليل مش عارف يشتغل في الجو ده. قطاع الناشئين ابتدى يتعمل استثماري، فتحوا الباب للقيله والقال، ناس محترمه وناس نظيفه على فكره. انا بشكر كل مدربين الفيوم اللي اشتغلوا معايا دول. ناس نظيفه قوي يا كابتن، مستحملين بقى لهم سنه ما بياخدوش وعمرهم ما اتكلموا. عمرك شفت حد طلع جرح او قال حاجه؟ لا الحقيقه لا.